انت كويس دلوقتي؟ مبسوط بوجودك؟ صحيح. شايف الواد؟ كان ما بقتش الواد. نشيل الحاجز البايخ اللي بيننا ده. ومش فاهمة حاجة من اللي بيحصل دلوقتي. في حاجة واحدة بس لازم نفهمها، ازاي نعيش اللحظة دي ولا ايه؟ صابر سليم ممكن يشك في نفسه، لكن مش ممكن يشك في سوسن. انا مش عارفه جبت لك الاوراق دي ازاي. تحب اجيبهم لك ترجعيهم مكانهم؟ افهم بس. اذا كنت تكرهي ان ناجي يكبر خديهم. جرى ايه يا ماحي؟ جوعتنا على الفاضي. طبخوا بالله شويه. أنا مش عارفة إيه اللي خلاك تعمل الحفلة الكبيرة دي، وبصراحة الناس دول بقيت أعرف منهم. الناس دول يا بتوعي، ومفيش حاجة خسارة في ناجي عبد الدايم. جرى يا صابر بيه؟ أنت سايب المحي يجوعنا ولا إيه؟ مش أنت اللي قلت خليه يتولى الشوي؟ اشربوا بقى. منورين بوجودك يا حبيبتي. مسكينة قلقانة، أصل البي لسه ما شربش. يعني يا أخي ما كنتش قادر تشيلها من الأسياخ؟ على قد ربنا ما قدرني. عاجبكوا ولا مش عاجبكوا؟ عاجبنا. طب كلوا. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل ده يا ناجي. ولا حاجة يا روحي. والورق اللي طلبته مني؟ تكرهي إني أشوف مصلحتي؟ أفضل طول عمري أشتغل عند صابر سليم؟ أنا مفيش حاجة في الدنيا تهمني غير حاجة واحدة بس. أنت يا حبيبي. لا، ما بديهاش بقى. عن إذنكم. الله الله، علني كده؟ مش خايفة؟ ده صابر بيه موجود. طبعا انت مش خايف، ما انت واطي وهتفضل طول عمرك واطي. كده؟ طيب اما خليت فضيحتكم بلاجل ما بقاش رجاء. تعالى اتفضل ناجي. بلاش تنايم يا ناجي. صابر بيه يا ناجي، تعالى اتفرج على تعالى بس. تعالوا يا جماعه، تعالوا شوفوا الفضيحه اللي بجلاجل. فينك؟ فينك يا صابر يا سليم؟ تعال اتفرج على مراتك. اه يا كلب يا جبان. خلاص شيل ايدك يا كلب. ايه الحكايه بالظبط؟ انا هقول لك ايه الحكايه يا صابر. الحكايه ان الحساب اللي بيني وبينك هنسويه دلوقتي، لكن دول انا سايبهم للحكومه، دول بره الحساب. زمان الورق وصل مع مكرم صادق، وزمان السلموني بيكمل للحكومة اللي مش مكتوب في الورق. ورق يا ناجي؟ كل ورق تتخيله. ورق من أمين أخويا، ومن الدالي، ومن سوسن. سوسن؟ مش ممكن. كل شيء كنت متوقعه منتظره، لكن سوسن لا. صابر سليم اللي ما بيتهزش، اللي بيلعبكوا كلكوا زي العرايس، اللي يقتل اخوه وقت اللزوم بقلب بارد، جه يوم عليه يتهز.
امسكوه. خدوه كتفوه في الشجره. صفيت حسابي. لا يا ناجي، مش انت كمان تموت يا ناجي؟ انا تبع اللي فات كله. بكره ليك يا هند. خلي بالك منه. Thank you.